زوار مساء الجهه الكرام، في اطار التغطيه المستمره للاجواء التي تمر فيها الانتخابات المهنيه، اليوم ننفتح على جماعه السهول، الدائره الانتخابيه بجماعه السهول، ونصادف او نستضيف السي العربي الرويش المرشح للغرفه الفلاحيه باسم الجرار. نعم السي العربي الرويش، بداية كيف تقدمون نفسكم لقراء جريدة مساء الجهة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الرويش العربي مرشح لغرفة الفلاحية بالدائرة رقم واحد بالسهول، موجز في الاقتصاد، فلاح وتاجر. هاد يعني وجودنا في هاد الساحة جاء على واحد المجموعة، على تراكم واحد المجموعة من المشاكل، لأن الفلاح بالنسبة للفلاح السهلي ما عارفش هاد الغرفة الفلاحية والدور ديالها في التنمية القروية، فالكل يعني يصوت وما عارفش يعني شنو الهدف من التصويت والهدف من وجود مرشح. فغالبا ما المرشحين ديال الغرفة الفلاحية وجودهم يعني وجودهم لا دور لهم في التنمية بالنسبة للقرى، فلم يساهموا لا في التنمية ديال المجال القروي ولا في المخططات ديال التنمية، ولهذا اقترحونا واحد المجموعة ديال الإخوان باش ندخلوا لهذا الحقل اللي هو الكل كيعرف بأن الفلاحة بالنسبة للاقتصاد الوطني هي أساسية في الاقتصاد الوطني، لأنها كانت بمثابة ركيزة اللي كيعول عليها يعني القطاع بالنسبة للاقتصاد ديال بلادنا. فخصنا نرقاو ونرقيو المشهد السياسي لا في الغرف ولا في المجالس، فما يمكن ليناش نبقاو نعتمدوا على ناس اللي ما عندهم شاي خبره واللي ما عندهم شاي زاد معرفي واللي ما تيسايروش التنميه ديال البلاد. فهذا هو الاشكال بالنسبه لله. فالمجالس هي مر لا بد منه، فكتحتاج باش تكون واحد الناس اللي عندها كفاءات. فوجودنا يعني وجودنا في هذا، بغينا ننميو بلادنا، بغينا نحدو شويه من هذه الهجره القرويه، بغينا يعني بلادنا تولي فيها واحد البنيه تحتيه لا باس بها، بغينا يعني نرقاو لواحد المستوى لا بالنسبه لتربيه المواشي ولا بالنسبه للزراعه، بغينا ما تبقاش عندنا عشوائيه في هاد الادويه وهاد المبيدات وهاد الشيء، ولا بالنسبه للحبوب، بغينا المركز الفلاحي ما يبقاش يعني مثلا كخلاء موجود في احد الدواوير، يعني بغيناه يكون معمر على طول السنه، بغينا ارشاد فلاحي، بغينا تكوين ديال الفلاح، بغينا مراكز ديال التكوين، بغينا نرقاو المستوى المطلوب اللي تيلقى لي سيدنا. بالمناسبه هذه لاول مره تتقدم فيها للغرفه الفلاحيه، هل حضوركم في الغرفه الفلاحيه سيشكل قيمه مضافه للسهليين والسهليات؟ هذا واجب، لان وجودنا واحد الوجوه اللي هي دفعاتنا باش حنا بغينا نديروا واحد القيمه مضافه لبلادنا، وبغينا نبداو المشوار، وبغينا وليدات صغار شباب كذا يساهموا حتى هما في هذا المشهد السياسي، ما يبقاش معتمد على الاوراز، يعني المشهد السياسي على الاوراز وعلى المسامر ديال الدواور، لان ناس حنا دابا المشهد السياسي ككل كيعتمد على واحد الناس اللي هما عمروا في الدواوير، جامعين واحد المجموعه ديال الناس مغفلينهم بواحد الاساليب اللي هي كذا، بغينا ناس اللي يخدموا البلاد باليقين، ما بغينا شيء، بغينا نعطيو قيمه مضافه. المجيء ديالنا حنا ماشي جينا عيلي وما بغينا يعني مدفوعين من واحد المجموعه ديال الناس. وهذا المشهد السياسي ككل في القرى فهو يعني مجمدينه واحد المجموعه ديال الناس، مغفلين الناس اما بشويه ديال القوه واما بشي اساليب اللي هي اساليب غير مقبوله. ولهذا خاص الفلاح يعني يعرف بان صوته شهاده، يعطيه يميز ويعطيه لمن هو احسن ويعطيه لمن هو اجود ويعطيه لمن هو ارقى، ويساير الركب من وراء الانتخابات، يساير يكون عنده اتصال دائم بالشخص اللي هو مثله، ماشي يدير قطيعه يصوت ويدير قطيعه ديال 6 سنوات وحقه حتى ندير او لا ندوز عنده نقول له صوت عليا اللهم فيا. هاد الاساليب ما غير مقبوله، هاد الاسلوب ديال صوت عليا اللهم فيا غير مقبول. هنا ماشي تنقلبوا على العون، حنا كنقلبوا على العمل، واش انا كوف لهاد المهمه او لا، واما صوت عليا اللهم فيا هاد الاسلوب خاص الفلاح يقطع يدير قطيعه منه، ما يمكن شيء. خاصنا اللي يمشي لمن هو اجود ومن هو ارقى ومن هو اجدر، وشكرا.
هل من رسالة أو كلمة أخيرة؟ ورسالة للفلاح، الفلاح خاصو يؤدي الشهادة ديالو على أحسن وجه، يجلس ويتريت ويعرف يعني المرشحين ككل، ويعطي صوته اللي يستحق، وحذاري من الناس اللي كيمشيو بالاساليب ديال الماديات ولا كذا، راه كي حذاري من الناس اللي كتبيع صوتها، راه اللي كيبيع صوته راه هو اللي كيهمش البلاد، اللي كيبيع صوته ب 100 درهم ولا 200 درهم ولا كذا هو اللي كيهمش، لان راه ممكن الغرفه الفلاحيه راه شهدت عده اختراقات وواحد المجموعه من الخروقات. ولهذا اشنو وصلنا للفلاح السهلي؟ خصنا نعرفوا اشنو وصلنا للفلاح السهلي. الغرفه الفلاحيه في الجهه اشنو عطاتنا للسور؟ راه ما عطاتنا والو، والو ما عطاتناش. يعني خصنا نساهموا، خصنا نجيبوا لبلادنا شي حاجه اللي تنمي بلادنا واللي تامن الصدر ديال الفلاحه. وشكرا في المستوى، ونطلب منهم ان يصوتوا على رمز الجرار لحزب الأصالة والمعاصرة في شخص السيد الرويش العربي، موجز في الاقتصاد وفلاح بالمنطقة، ونتمنى ونكونوا عند حسن الظن. وشكرا.